ده يعرف الكوفت. يا ترى ايه الكوفت ده؟ ليه معنيين. المعنى الاول وهو فن التجفيف، وهو فن زخرفة المعادن اليدوية، حيث يتم تطعيم معدن رخيص بآخر غالي، زي تطعيم النحاس بالذهب أو الفضة، ويقوم الفنان برسم الزخرفة على ورقة، ثم يحفرها على النحاس بدقة متناهية بقلم حفر، ثم يملأ الحفر بالمعدن الثمين من ذهب أو فضة حتى تصبح وكأنها قطعة واحدة. ولأنه يعتبر من أصعب الحرف اليدوية، فقد استحق أن يضرب به المثل في مصر بأنه يعرف الكفت. واشتهر الفن ده وصل لأعلى مستوى في عهد المماليك. التفسير الثاني، الكفت هو الغشاء الرقيق الموجود بين طبقات البصل أو ورق البصل، هو غشاء رقيق أبيض شفاف بنلاقيه موجود لما نقطع البصل، وده اسمه الكفت.